النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية جي اف اتش المجموعة الرائدة في إدارة الاستثمار. أعلن صندوق العمل تمكين توقيع اتفاقية شراكة مع استرولابز لإطلاق برنامج يهدف إلى تشجيع أصحاب المؤسسات البحرينية بمختلف أحجامها على توسيع أنشطتهم التجارية في السوق السعودية. جاء ذلك خلال مشاركة تمكين في ملتقى بيبان 2024. وبهذه المناسبة أكدت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أهمية هذا البرنامج في وضع خطة واضحة أمام رواد الأعمال البحرينيين الراغبين في أخذ خطوات تنموية جادة لمشاريعهم ونقلها إلى مستوى آخر متقدم. من جانبه أكد السيد رولاند ظاهر الرئيس التنفيذي لأسترولابز أن مملكة البحرين كانت ولا تزال موطنا للشركات الرائدة والطموحة، معربا عن فخره بالشراكة مع تمكين التي تعتبر محركا أساسيا وداعما لنجاح بيئة ريادة الأعمال في المملكة. أكد عدد من الخبراء والمسؤولين أهمية مشاركة مملكة البحرين في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2024، حيث تلعب هذه المشاركة دورا بارزا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد بمختلف القطاعات الحيوية. مصرف البحرين المركزي في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية من ضمن مشاركة فريق البحرين. طبعا هذا المهرجان يعتبر من أكبر الفعاليات في العالم اللي يركز على قطاع التكنولوجيا المالية، قطاع الفنتك، واللي يعتبر من القطاعات الواعدة والمهمة لنا في مملكة البحرين. طبعا احنا نأمل من خلال مشاركتنا ان اولا ان احنا نبحث عن الشراكات ومجالات التعاون، وايضا ان احنا نشارك خبرة مملكة البحرين، كون ان احنا كنا يمكن قطعنا شوط في هذا القطاع، وكنا من اوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط اللي تضع بيئة داعمة للتكنولوجيا المالية الفنتك، ونحرص ان شاء الله ان احنا نقدر نستقطب شراكات واستثمارات في هذا المجال. مشاركتنا اليوم في النسخة التاسعة مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2024 بجانب فريق مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، وذلك للتعريف لما توصلت إليه مملكة البحرين من خدمات وابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية، وكذلك استقطاب الشركات والاستثمارات في نفس المجال إلى المملكة. حققنا نتائج إيجابية من المشاركة في النسخة التاسعة من مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية اللي يعد من أهم الأحداث العالمية في مجال التكنولوجيا المالية. مما لفت انتباهي هذا العام هو الحضور القوي للمؤسسات من دول عربية وأيضا من الصين والدول الأفريقية، مما يعكس التحول المتسارع في خريطة الابتكار المالي حول العالم. ركز المؤتمر على عدة محاور رئيسية، أبرزها مستقبل الأصول الرقمية ودمجها في الأنظمة المصرفية التقليدية عبر منتجات وأسواق مالية مختلفة كالعملات المستقرة وأسواق رأس المال، كما تم مناقشة التحديات المتعلقة بانتقال البيانات عبر الدول والمدفوعات العابرة للحدود، وهو ما يتطلب تعاونا دوليا بأطر جديدة لدعم النمو في الاقتصاديات الرقمية. أطلقت بورصة البحرين البرنامج التحفيزي لتنشيط التداول في السوق، والذي يشمل مبادرات تحفيزية لجميع العاملين فيها بهدف منح خصومات لصانعي السوق ومزودي السيولة. ومن المتوقع تطبيق البرنامج اعتبارا من الأول من شهر يناير 2025، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل أكثر حول البرنامج قبل شهر من تطبيقه. من جانبه قال الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إن أطلاق البرنامج التحفيزي لتنشيط التداول في السوق يهدف إلى تعزيز السيولة وتشجيع المشاركة الفعالة في السوق والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي لمملكة البحرين. أطلق معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية سلسلة من المبادرات في شهر أكتوبر، منها الندوات التقنية وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالأمن السيبراني عبر مختلف القطاعات. ورفع مستوى وعي المجتمع البحريني حول أهمية حماية المعلومات الرقمية، وأطلق المعهد مجموعة شاملة من الدورات التدريبية المتخصصة
تزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة للتخصص في مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تنظيم 3 ندوات تقنية استقطبت مشاركات واسعة.